قمر. بوس ايدك سامحيني. سامحي لك يعني سامحي لك على شو ولا على شو بدي سامحي؟ ليش هيك سويتي فينا؟ والله العظيم مظلومة، والله العظيم ما عملت شيء، والله العظيم يا عمي ما عملت شيء. ليش هيك عملتي لك؟ سامحيني يا أبو، والله العظيم ما عملت شيء. بس إيدك سامحيني. أي والله سامحيني، والله ما عملت شيء. سامحي يا أم سليم، سامحي يا لو خبرتني انه فكرية اجيت لعندن منكم قلنا حلينا الموضوع وما تبهدلت وبهدلت ابوك معك. معك حق صلي، معك حق، بس شو حتاخدها وحياتك حتاخدها. يرضى عليك يا عزو، حضر حالك ونزل بكرة على الشغل. انا شغل عندي بالدكة. ابو عزو ليش ما بيرجع لمرته سيهام وبيعيش عندها وبيشتغل عند ابوه؟ مو احسن يعني؟ لا امي، سيهام ما برجع له وشو ما صار. لا لك امي لا تظلمها لمرتها. يا امي عشت حياتي كلها هي عم تظلمني، هي واهلها. بشو ظلموك؟ بكل شيء يا ابي. ابوها كان يشغلني عنده من الصبح للمساء، وعلى شو؟ على اجره قليله، وفوق منها خود عنكوتي منه ومن حماتي يلي طلباتها ما بيخلصوا، على خدلي وجبلي وجبلي وخدلي. غريب، طب ليش ما يخدموها اولادها؟ لانه كل واحد تنبل اكثر من الثاني، مو مستعدين يقضوا له غرض واحد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس يا أمي مرتك ما خصها، لا تدخلها بمشاكلك مع أهلها. معلش أمي، الله يطول بعمري. أنا هيك مرتاح، مرتاح كثير، والحمد لله ما أجاني أولاد منها، وإلا كنت علقت فيها لآخر عمري. في أحلى من خلفة الأولاد بالدنيا كلها، بس الله بيعطي الحلاوة للي ماله سنان. والله أنا داعي لأجهت ربي كثير إني ما أطلع حبي، ولما عرفت حقول اضطر حالي. سبحان الله عمره طويل. إله عمر يجي. احمدي ربك يا فكري إنك ضليتي حبلي وما طرحتي، شنو في نسوان كثير بيتمنوا الحبل والله ما بيطعمه، وأنا واحدة منه. بس أنا لا، أنا ما بدي ولد من المرحوم جوزي، لأني كل ما شفته حتذكر الظلم والقهر اللي عشتهم معه. أنا ما بتذكر عشت يوم حلمة، لك ما بتذكر سمعت منه كلمة حنية. لا تحكي هيك يا فكرية، بكرة بستلدي بتنسي كل شي صار معي، لأنه ابنك حيملي الدنيا عليكي ورح تحبيه أكتر من كل الناس. لا، كل الناس كوب وأنا كوب تاني، أنا ما بصير كون أم. أنتي بتقولي هيك يا فكرية، بكرة بس يجي ابنك وتشوفيه بتغيري كل أعليتك صدقيني. إن شاء الله ما تطول عنا، والله رح تأسرك كتير ابن عمي. الحمد لله، خليها تأسرني أحسن ما يصير لشي من أبوها. مثل ما بدك. بعدين أنت ليش متضايقة من قعدتها عنا؟ قلت لك ليش ابن عمي، بعدين هي هلا حبلي يعني ما نستناها لحد. قولي الله يقومها بالسلامة. ايه ما حكيت شيء ابن عمي، الله يقومها بالسلامة. دي منك يا أم سعيد، دوري على كل بيوت الحارة وتقولي لنسوانا إنه فكرية نظيفة وشريفة. أيوة، بس يا خانم إذا سألوني إنه ليش كانت بالسجن شو بدي أقول لهم؟ قولي لهم إنه فكروها مقطوعة وما لها أهل، واتهموها بسرقة الدكان اللي كانت نايمة بشقيتها، وأخذوها على الكركون لحتى يحققوا معها. ماشي،
ما تاكلي هم، اعتبري كل نسوان الحارة عرفوا بالقصة. ام سعيد بدي هالشي يتم بسرعة. فريرة من طلعت الصبح علي رح دور عليهم بيت بيت وخبرهم بالقصة. منيح، الله يرضى عليك. ليش عم تنكدي على حالك لك فكرية؟ ليش عم تخلي الزعل ياكل بدنك؟ شوفي حالتك شلون صايرة، وشك أصفر مثل الليمونة وخدك قالب بعرض إصبعتين، بجوز هيك؟ شو بدي لك يا موت يا لك؟ إن شاء الله موت يا رب، بركي بريح أهلي وأنا بخلص من هالعيش السودا اللي عايشتها بقى. ما بجوز هالحكي يا فكرية، ما بجوز. إيه من كان بيصير معه يلي صار معك، أنتي لازم تديري بالك على حالي. أنتي هلأ حرمة حبلي، يعني إذا مو مشاني مشان الولد يلي ببطني. ولا نسيتي إنك حبلي؟ لا أكيد ماري نسيان. استهدي بالرحمن واستغفري ربك، الله يرضى عليكي. هذا كله امتحان من رب العالمين، وقصتك يلي مرقتي فيها مو قليلة. احمدي ربك يلي مرقت عليك. الحمد لله، كتر خيرك يا موتي. أصلاً لولاكي ولولا أخي أبو عامل كنت هلأ ميتة مثلك. لا بعيد الشر عن قلبك تقبريني. يلا قوام مسحي دموعي وخلينا نطلع نقعد مع شهيرة خان، وما بدي شوفك عم تبكي مرة تانية. الله لا يحرمني من حنيتك. خلص بقي شوي والحق مثل ما بدك. يلا ناطرينك. عطرك يا شهر.